السلام عليكم. طيب خلينا نسأل شات جي بي تي ما هو شوكو بوكو. ما هو شوكو بوكو؟ شوكو بوكو كتبها بالانجليزي، بيقول لك الاسم اللي بيطلق عليه بعض الناس في الوطن العربي موقع الاجتماعي الشهير فيسبوك. يعني احنا بندلع الفيسبوك ان اسميه شوكو بوكو، وبدا يعرف فيسبوك. تمام. يعني هو اصلا مفيش حاجه اسمها شوكو بوكو، بس هو ألف، فهو بدأ يعرف الفيسبوك وبدأ يتكلم عن الفيسبوك. زي يعني بيقول له حد اكتب موضوع مع عن الأهرامات، هو مش حافظ، حافظ عن حديقة الحيوان. فقال أنا رحت الأهرامات ما لقيتهاش، لقيت حديقة الحيوان. طيب هنقول له ريجنريت ريسبونس، يعني الإجابة دي أنا مش مقتنع بيها، هات لي إجابة تانية. قال لك كلمة يابانية وأنا مش فاميليار مع الياباني. طيب خلينا نشوفه يفتي تاني. بيقول لك هي عباره عن كلمه نائبه في اللغه العربيه للكلمه اليابانيه اللي بتشير لشركه تقوم بتصنيع وبيع اطعمه ومشروبات، ولكن بدون معلومات اخرى اللي ممكن تحديد شركه معينه ما هي المشهورة. فيا اخوانا زي ما بقول لكم، ما تثقش في الشات جي بي تي 100%، وثق فيه بنسبه 80%، لان دي فعلا دي النسبه العلميه من 20 ل 25% بيفتي. احنا اخترنا له كلمه ملهاش معنى، شوكو بوكو، وهو بدا يفتي.